كنشكر اولا قناه شوف تي في على انها تحتنا الفرصه للتحدث يعني حول الضجه التي اثيرت حول اعلان احد الاخوه المهنيين عن عدم عن امتناعي عن عدم عن تهيئ يعني حلويات خاصه براس السنه. فالحمد لله الفيدراليه وفي اطار ديال التتبع ديالها لكل ما يهم القطاع خرجت واحد البيان البارح اللي راه توزع على الاخوه الصحفيين. البيان كان بشكل بسيط كيبغي يتكلم على ان الحادث كيبقى حادث معزول كيبقى حادث لا يهم الا صاحبه. والمغرب الحمد لله في غنى عن هذا عن مثل هذه التخريجات هذه. الاخوه المهنيين في القطاع يعني الاستعدادات ديالهم مستمره على تسير العادي ديال الامور خلال المناقشات ديالنا في المجموعات الخاصه بالمهنيين. فالاخوه يعني كيهيئوا يعني الحلويات بالشكل العادي ديالهم. كتبقى المخبزه مقاوله مواطنه تمارس تجاره لا اقل واكثر، لا دخل لها لا في تسييس ولا في ولا طابع ديني لاي مناسبه. اذا كنا سنمتنع عن تهيئ يعني الحلويات الخاصه براس السنه فكان الاجدر ان نمتنع عن تهيئها في حفلات القران وحفلات اعياد الميلاد. اذا كنا نتحدث عن الثقافه الداخله وعن الثقافه يعني التي لا تهمنا كمغاربه فيمكن حتى لا فينوازغي يعني حتى لي كخواسون لي بتي بان لا يدخلون في اطار الثقافه المغربيه. وكان احرى ان نكتفي باكل يعني المسمن والحرشه والخبز والبغرير وما جورهم. فهذه مسائل كتبقى يعني كنظن ان هي زوبعه في فنجان يعني مساله واحد القرار يعني ديال واحد الاخ اللي ربما اساء التقدير كنظن انا ربما اساء من حيث ظن انه سيحسن. الحمد لله حتى واحد ما كان يجبره انه يوجد حلوي راس السنه كان ممكن تخلي الامور تستمر في السير العادي ديالها وما يوجدش مثلا الطردات. وحتى الى جاوا الناس غادي يقول لهم مثلا ما عنديش، ولكن باش الانسان يكتبها ويعلنها هذا هو اللي كان مستفز في الامر. كنظن الامر بانه حادث عراضي حادث معزول يعني كاين جوج المخابز في المغرب كلهم اللي تسجلت عليهم هذه المساله. هذه كتبقى حريه فرديه ديالو كما قلت فقط كان ممكن كان احسن واجدر واحرى انه ما يكونش الاعلان ديالها يعني كتابه في المحل. ولكن حنا كمخابز كما قلنا وكقطاع يعني اللي ديجا كيعاني يعني من الضغط ديال القطاع غير المهيكل ومن الضغط ديال العشوائي. فالاخوه المهنيين كيتسناو بحال هذه الفرص هذه باش من اجل الانتعاش يعني الصناديق الماليه ديالهم من اجل انعاش الدخل ديالهم. وما يمكنش نربطوا العمل ديالنا بمناسبه دينيه او بمناسبه يعني عقديه لاي معتقد كان. لهذا اللي كنقول بان كما قلت المخبزه كتبقى دائما مقاوله ولسنا مخول لنا بان نسال يعني زبونا عن دينه او ايديولوجيته او توجهه. احنا ملزمين ولو انه قطاع خاص ولكن كنقدموا خدمه عموميه. فاحنا ما تنساوش بان المخابز كتقدم واحد 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 التضحيات كبيره. احنا كنشتغلوا يوم فاتح ماي فين كيجلسوا العمال، كنشتغلوا في الاعياد فين كيجلسوا الناس، في اعياد الاضحى كنفتحوا مثلا كنشدوا نهار واحد في الوقت اللي الناس كترتاح اسبوع. وحتى حتى الى جينا نهضروا حتى يعني الرمزيه الدينيه فحتى السيد المسيح ما كانش كيحتفل يعني بالطارطه في عيد الميلاد. هذه مساله كلها جات من بعد يعني مسائل تم استحداثها في التطور ديال الكرونولوجيا ديال السير ديال الانسان مع مر الازمنه. كذلك بالنسبه للمغاربه ما كانوش كيديروا الطارطه في عقود القران في عيد الميلاد ولكن ولاو كيديروا. هذا ولات مساله دابا متداوله وكيديرها الجميع. وهذه لا تشكك في تدين احد ولا تقلل من تدين احد ولا تنقص زعما من 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 من, من القيمه ديالو ولا من المسائل ديالو. هذه مسائل مشتركه عندنا 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 في الحلقات ديالنا العامه اجانب، في الحياه ديالنا في التليفون ديالنا اجانب كيعيدوا علينا وكنعيدوا عليهم. واش هما يقولوا لنا رمضان كريم وحنا ما نقولوش لهم جوايو نويل؟ لا بالعكس، احنا اولى والدين ديالنا احرى في التسامح وفي اعطاء مثال ديال التعايش. بكل تأكيد الليلة رأس السنة وقبلها وبعدها الحلويات متوفرة كما العادة والمخابز المغربية تشتغل بشكل عادي ولن تكون أبدا تضع الزبون كيف ما كان نوعه في موقف يعني إقصاء ولا موقف تساؤل على لونه أو دينه أو عرقه.